السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهاردة هو رد على كومنت من اخويا محسن. انا كنت منزل فيديو بتاع ازاي تقدر تحدد تكييفك محتاج شحن ولا لا، او الشحن بتاعه ضعيف ولا لا. فاخويا محسن كان كاتب لي هو عاوز يعرف ازاي يشحن تكييفه وفي نفس الوقت يشحن تكييفه في ريون 22 ولا 410. النهاردة هقولك الفرق بين ال 22 والفريون 410، وايه الافضل، وينفع تشحن الفريون ال 22 مكان الفريون 410 ولا لأ، وايه الضغط اللي انت ممكن تشحن عليه عشان محدش يغشك، وهقول لك مواصفات وعيوب كل واحد فيهم. فياريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتدوس لايك عشان الكل يستفيد. خليكم معايا عشان الفيديو ده مهم جدا ولازم تعرف كل المعلومات اللي فيه عشان تعرف تشحن تكييفك بالحاجة الكويسة اللي تنفع لتكييفك وما تضرهوش. اول حاجة هنتكلم عليها فريون 410. فريون 410 فيه مميزات وفيه عيوب. الفريون 410 هو افضل من الفريون ال 22 في امتصاص حرارة الغرفة، اللي يعني لو الأوضة عندك الحرارة بتاعتها عالية ففريون الجهاز اللي بيبقى مشحون بفريون 410 بيسقع الأوضة بسرعة وبيمتص الحرارة بتاعت الأوضة أسرع من الفريون ال 22. وكمان الفريون ال 410 بيفقد الحرارة اللي هو امتصها أسرع من الفريون ال 22، يعني بيمتص الحرارة من الأوضة بسرعة وبيفقد الحرارة بسرعة، ودي ميزة من مميزات فريون 410. تاني ميزة في فريون 410 ان الجهاز اللي مشحون بفريون 410 الكمبريسر بتاعه ما بيفضلش شغال باعلى جهد ليه او اعلى قدرة ليه طول الوقت. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي مركب الجهاز ده في غرفة، اول ما بتيجي تشغل الجهاز بتكون الغرفة درجة الحرارة بتاعتها عالية، بيبتدي الجهاز يشتغل الكمبريسر بيشتغل باعلى قدرة ليه عشان يبتدي يبرد الاوضة دي في اسرع وقت. ساعتها لما بيكون الجهاز مشحون بشحنة فريون 410 الأوضة مع الوقت 10 دقايق ربع ساعة بتبتدي الأوضة درجة الحرارة بتاعتها بتقل، وبرضو بيبتدي الكمبريسر يخف الحمل من عليه. يعني كل ما درجة الحرارة بتقل كل ما الكمبريسر الأداء بتاعه بيهدى شوية أو بيهدي في الأداء بتاع الكمبريسر، ما بيفضلش شغال دايركت بأعلى كفاءة ليه. وبكده دي حاجة كويسة بتوفر كمان في الكهرباء. يعني لو كمبريسر فضل شغال بأعلى أداء ليه أو أعلى كفاءة ليه طول الوقت فده استهلاك عالي جدا للكهرباء، لكن لما طول ما البرودة بتقل والكمبريسر بيقل حسب الأوضة محتاجاه أو حسب البرودة اللي الأوضة محتاجاها بيطلع بس، فكده بيقل في الاستهلاك بتاع الكهرباء. غير الفريون ال 22 اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية، ده بيفضل مشغل الكمبريسر طول الوقت بأقصى جهد ليه لحد ما توصل درجة الحرارة المعينة اللي انت ظابط عليها بيبتدي الكمبريسر يفصل، لكن الفريون 410 لا، زي ما قلنا بيفصل، مش بيفصل تماما بس بيكون بيقلل في الجهد بتاع الكمبريسر. التكييفات القديمة هتلاقيها مشحونة بشحنة فريون 22، لكن التكييفات الحديثة الشركات بدأت تنزلها بفريون 410 بسبب قلة استهلاك الطاقة في الفريون 410. كمان فريون 410 لازم وانت بتشحن التكييف تبقى قالب الاسطوانة بتاعة الغاز الفريون، ما ينفعش تبقى عادل الاسطوانة وانت بتشحن التكييف عشان الفريون 410 هو سائل مش غاز، وفي تركيبة جوه الاسطوانة
يعني هو مش حاجة واحدة جوه الاسطوانة، لا في تركيبة جوه الاسطوانة. فعشان كده بيقولك لازم تبقى قالب الاسطوانة بتاعة الفريون 410 اثناء الشحن، ما ينفعش تبقى عادلها، ودي حاجة مهمة جدا، عشان لو عدلتها مش هتاخد اي تبريد من الجهاز خالص، اكنك ما شحنتوش. في معلومة مهمة جدا، الناس اللي عندها جهاز الشحن بتاعه 410، الفريون بتاعه 410، ما ينفعش الجهاز يبقى عندك ناقص شحن وتيجي تقول انا هزود الشحن بتاعه واجيب واحد واخليه يزود الشحن اللي ناقص عندي، ما ينفعش. جهاز اللي فيه شحن 410 لازم تفضي الشحنة كاملة، حتى لو الشحنة عندك ناقصة ناقص فريون ما ينفعش ان انت تكمل الفريون، لازم تفضي الشحنة اللي في الجهاز تماما، وبعد كده تبتدي تشحنه من اول وجديد. ما ينفعش تزود الشحنة بتاعة 410 غير الـ22، فريون الـ22 تقدر تزود عليه، لكن الـ410 ما ينفعش تزود عليه، لازم تفرغ الشحنة بتاعة الجهاز. كمان لازم تعرف حاجة مهمة، عشان لما حد يجي لك يشحن التكييف لازم تبقى عارف نسبة الشحن اللي مفروض تكييفك ياخدها. نسبة الشحن في الفريون 410 بتختلف عن الفريون الـ22. لو عندك التكييف بتاعك فريونه 410 يبقى هتشحن من 120 الى 130، ده المفروض النسبة بتاعت الشحن بتاعت التكييف، من 120 ما تقلش عن 120 وما تزيدش عن 130. ما تجيبش واحد في الشتاء ويجي يقولك انا هشحن لك التكييف ويروح شحنه لك مثلا على 100، في الشتاء هتيجي تشغل التكييف هتلاقي التكييف بيطلع برودة جامدة، عشان طبعا انت الجو كويس ومفيش اي درجة حرارة عالية. لكن هتيجي في الصيف هتلاقي وانت بتشغل التكييف اما التكييف اداؤه ضعيف، هتقول انا لسه شحنه، هقولك انت كنت شحنه على نسبة 100 مش 120. لو عندك درجة الحرارة عالية فيستحسن تخليه على 130 او 125، ما تقلش عن كده لو عندك درجة الحرارة عالية. لكن لو انت في بلد دايما الحرارة بتاعتها برد فعادي مش هتفرق معاك لو شحنته على 120 او حتى 110، بس يستحسن ان انت تخليه على 120، ده في الفريون 410. كمان في حاجة لازم تعرفها، انك لو هتركب الوحدة الداخلية بعيد عن الوحدة الخارجية يبقى انت كده لازم هتطول المواسير بتاعة التبريد. لو انت هتطول المواسير بتاعة التبريد يبقى لازم تزود في شحنة الفريون، عشان لو ما زودتش في شحنة الفريون هتلاقي التكييف الاداء بتاعه ضعيف. كده عرفنا كل حاجة عن فريون 410. تعالوا نشوف فريون 22. فريون 22 دايما هتلاقيه في الاجهزة الاصدار القديم بتاع التكييفات. دلوقتي الشركات ما بقتش تنزل الفريون 22 في التكييفات، بقت تنزل 410 زي ما قلنا، وده بسبب استهلاك الكهرباء العالي للتكييفات اللي فيها الفريون 22. طب وايه السبب؟ السبب في الفريون 22 بيخلي الكباس بتاع التكييف شغال باقصى جهد ليه طول ما الحرارة الغرفة ما جاتش الحرارة اللي انت ظابط عليها الجهاز، فالكمبريسر بيفضل شغال باعلى كفاءة ليه، وبكده بيستهلك كمية كهرباء عالية جدا غير التكييف اللي فيه فريون 410. كمان فريون 22 اقل في امتصاص الحرارة من الغرفة، يعني مش سريع في امتصاص الحرارة من الغرفة زي الفريون 410. من مميزات فريون 22 ان لو عندك الجهاز ناقص شحنة بسيطة الجهاز هيشتغل معاك بكفاءة عالية والتبريد بتاعه هيكون كويس، غير التكييفات اللي فيها 410 لو عندك غاز الفريون ناقص شوية هتلاقي الجهاز معاك اداؤه ضعيف جدا، قد يكون معدوم. لكن في الفريون 22 لو ناقص شوية الجهاز هيشتغل برضو معاك كويس ومش هيكون فيه اي مشكلة في التبريد. كمان الفريون 22 لو عندك التكييف زي ما قلنا ناقص في الشحنة تقدر تزوده، تقدر تزود على الشحنة اللي موجودة عندك في التكييف، بدل عندك الغاز الفريون 22 تقدر تزوده غير 410. احنا قلنا الغاز اللي في 410 ما ينفعش تزوده، لازم تفضي الشحنة كلها، لكن في 22 مش لازم تفضي الشحنة كلها وتقدر تكمل على الشحنة اللي موجودة. وانت بتشحن تكييفك بفريون 22 بتكون الاسطوانة عدلة مش مقلوبة زي 410،
عشان الفريون ال 22 هو غاز مش سائل. احنا قلنا الفريون ال 410 هو سائل مش غاز، لكن ال 22 هو غاز مش سائل، فعشان كده بتكون بتشحن والاسطوانة عدلة او مقلوبة مش هتفرق كتير، الاتنين هيعملوا معاك نفس الاداء، لكن في ال 410 لازم تكون قالب الاسطوانة بتاعت الغاز اثناء شحن التكييف. نسبة شحن فريون ال 22 في التكييفات من 55 إلى 65، يعني اقل حاجة تشحنها 55 واكتر حاجة 65. وبكده نكون قلنا الفرق بين الفريون ال 410 وال 22. ياريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي، وياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك دلوقتي كدعم لينا. اشوفكم في فيديو جديد في قناة تعمل بنفسك.